بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفظ الكريم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، حضورنا الكريم يستمر، التواصل بحضراتكم من هنا من أرضية ميدان الذهب بمكرمة سيدي سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم في المنطقة الشرقية يحفظه الله ويرعاه، الذي يدعم أيضا في كل ميادين الدولة. ينطلق شوطنا الثالث وتنطلق هذه الشعارات، تنطلق هذه الأعداد الكبيرة، 30 اسم و30 شعار أيضا يتنافسون بهذا الشوط. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. مباشرة أتجه مع المركز الأول لأتابع البداية، لأتابع ماذا يجري في المقدمة. المركز الأول الشاهنية سعيد بن علي بن راشد بن كليب، من ينطلق مع المركز الأول يفتتح هذه الإذاعة وينطلق مع أول التحديات. بينما المركز الثاني أتابع منصور العبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد، والمركز الثالث من الجانب الآخر أتابع أيضا الظفرة محمد بن سيب بن علي بن راشد بن كليب، قادم ليقدم اسمين بهذا الشوط. يا سلام. والمركز الرابع الشاهنية هي القادمة لحميد بن محمد بن سالم الزرعي، أيضا أحد الضيوف الحاضرين في هذا الميدان. والمركز الخامس الواصل الشاهنية صغير بن فايل بن سعيد الزرعي، أيضا قادم بالمركز الخامس. هذه المراكز الأولى، هذه المراكز المتقدمة، ولكن بن كليب هو المسيطر على البداية، مسيطر على المركز الأول والثاني. يا سلام يا سلام يا أبو محمد على هذا الأداء الرائع، على هذه الأسماء الممتازة اللي تقدمها بهذا الشوط. الظفرة مع البداية، الظفرة هي المنطلقة لمحمد بن سيب بن علي بن راشد بن كليب، ولكن شوف اللي قادم. يا سلام يا سلام يا سلام يا هملولة محمد بن عبد الله بن حميدان ولكن من كليب سلام يا المدام، سلام محمد، سلام، تهانينا والناموس، تهانينا أيضا بن حميدان من وصل مع المركز الثاني. والمركز الثالث نهابه جاسم بن محمد بن عبد بن علي الوهيبي، تهانينا والناموس إذا مشاهدينا الكرام لأبو محمد أيضا للمرة الخامسة على هذا الانتصار الرائع. شكرا يا أبو محمد.